الآن يا أول درسي أجرد حرف الواو أو حرف اسمه واو صوته أو اسمه واو صوته أو هذا إيش اسمه؟ ما بحكي واو لما أقرأ، لا اسمه هو واو، بس أنا لما بدي ألفظه بلفظه. هلأ بدي أنطق الحروف اللي عندي، هذا إيش بقرأه؟ أو هنا أو آ وا أو آ وا مع حرف مد طويل آ وا بمدها يا أول، هنا أو هنا وا أو آ وا هنا أو هنا أو آ وا أو آ وا. أردد الكلمات منتبها إلى صوت الأو هنا. يلا نبلش تهجئة يا أول. نو رو نو رو نورو 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 نورو. والي دي والي دي والي دي والدي والي دي والدي. الكلمة التي تليها تناولت تناولت تناولت. وردة تون وردة تون وردة تون وردة تون وردة تون وردة تون. هنا بدي أضع دائرة حول حرف الواو الأو. هذا حرف واو ولا لا يا أول؟ هذا أو ولا مش أو؟ أو نحط عليه دائرة. هنا إيش هذا الحرف اسمه؟ إف. بحط عليه دائرة؟ لا، أنا إيش بدي حرف الأو. هنا آ مكسورة بحط عليه دائرة؟ لا. هنا إز بحط عليه دائرة؟ لا. هنا أو برضه بحط عليه دائرة. هنا إر ما بحط عليه دائرة. هنا أو بحط عليه دائرة. هذا شو اسم الحرف؟ إد بحط عليه دائرة؟ لا. سؤال رقم 4، أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي حرف الواو وفي كلمات فيها حرف واو وبدأ أحط عليها دائرة. يلا نتهجم مع بعض حبايبي. سلوى 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 فيها حرف الأو ولا لا يا أول؟ فيها حرف الأو، إذا منحط عليها دائرة. هنا حديقة 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 قاتن حديقة فيها حرف الأو؟ لا ما فيها حرف الأو، ما بحط عليها. هنا دارن دارن هذا تنوين ضم يا أول، تنوين ضم، ضمتين بجنب بعض اسمهم تنوين دار ضم. دارن دارن فيها حرف الأو؟ لا ما فيها حرف الأو. لوزن لوزن لو زن لوزن فيها حرف الأو؟ آه فيها حرف الأو، بحط عليه دائرة، بحط عليه دائرة. هاي الكلمة خروفن 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 فيها حرف الأو؟ آه فيها حرف الأو، بحط عليها دائرة. الكلمة التي تليها نورو 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 فيها حرف الأو؟ آه فيها حرف الأو، بحط عليها دائرة. إن شاء الله يا أول كله حينعاد هذا بالصف إن شاء الله، ونركز كتير على التهجئة. أمرر قلمي ثم ألون. عندي هون حرف الأو، بدي أمرر قلمي على النقاط الموجودة. بمرر قلمي بمشي القلم على النقاط يا أول الحلوين، وبلون حرف الأو بألوان حلوة مثلكم. السؤال اللي بعدي، بدي أكتب كتابة سليمة حرف الأو. هلأ حرف الأو بيكون نصه فوق السطر والنصف الآخر تحت السطر. يلا مع بعض يا أول. هلأ عندي أو آ مكسور، شو بقرأها؟ وا أو آ وا. انتبهوا يا أول، الآل مكسورة برضو، الجزء الثاني تحت السطر، جزء فوق السطر وجزء تحت السطر. الأو جزء فوق السطر وجزء تحت السطر، والآل مكسورة نفس الإشي.
هلا عندي و هون حرف مد طويل، ايش بقراها؟ وا. هنا شو قراتها؟ وا. هنا وا وا. الالف وين بتكون الايه؟ اول فوق السطر، ما بنزلها تحت السطر. ونكتب يا حبايبي على الكتاب، ويعطيكم الف الف عافيه.